السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم صدمة كبيرة لعائلة مربوحة، خليكم ما تزبيوش هاد الفيديو، غتشوفوا غتسمعوا كل شي صوت وصورة من الأخت فاتحة فاعلة الخير. الأخبار كتجيبها لنا في ميكتها، كنقول لها شكرا لك وتحياتي لك أختي فاتحة فاعلة الخير من هاد المنبر. انا حبيبي ما غنحرقش لكم المراحل، غنخليكم تشوفوا كل شيء وتسمعوا كل شيء بودنيكم. فقد غنقول لكم ان الاخ يونس كيعاني بوعكه صحيه، وشوفوا الام ديالو شحال خايفه عليه وشنو هو السبب. ولكن هادشي علاش قلت لكم انا ما غنحرقش لكم المراحل، ونخليكم تسمعوا كل شيء من الاخت فاتحه فاعله الخير، وغادي تعرفوا اشنو اللي وقع ليونس مربوحة. فقط غنقول للناس الحباب والعزاز اللي كيمروا من هنا ويشوفوا هذا المحتوى وهاد القناة وغتعجبهم، ما تنساوش تضغطوا على داك الزر الأحمر والجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس أمرا. حبابي ما تنساونيش باللايك ديالكم الجميل، الله يجعلها لكم ميزان الحسنات، والله يعطيكم ما تمنيتوا في هاد الحياة، ويبني لكم ربي قصر في الجنة كل من ضغط على داك اللايك، ويخلي لكم كل ما عزيز عليكم. نمر ونقول لكم خليكم مع الاخت فاتحه فاعله الخير، ونقول لكم انا الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله واخبار جديده، ومع السلامه. كنا كندعوا بالشفاء الاخ يونس، وكنقولوا له الله يشافيك والله يوقفك على رجلك، وما تخليش العدو يهزمك. لالا حاده معصبه، لالا حاده ما عجبها حال، شافت ولدها كاع داك السنين اللي دازهم في العذاب والالام، وداز في التريتمون ديال الدواء ديال الاعصاب، ومسكين كان في الاكتئاب، وداز عليه سفره هاد الرجل هذا. دروك راها خايفه على ولدها، وبزاف خايفه على ولدها يدخل صدمه ما يخرجش منها، لان بعض الناس راهم تيحرشوا كيديروا المستحيل، وكيتحرشوا بسميره، كيحرشوا كيتحرشوا بسميره. كاين جوج حوايج، كاين التحرش وكاين التحرش. كيتحرشوا بسميره باش سميره تحبس زياره الاطفال على الاب ديالهم، وباغيين يدخلوا الاخ يونس للسبيطار ولا السبيطار نتاع الحماق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للمتتبعين المتتبعات ديال فتحه فاعله الخير فيما كانوا، تحياتي لولادي، تحياتي لبناتي، خوتي دخلوا عطونا اللايكات، الله يعطيكم الجنه ونعيمها، عطونا البارطاج للقناه، لاول مره تيزور القناه ما ينساش يفعل الجرس ويدير ابوني باش دائما يبقى يوصلوا الجديد ديالنا، والمتتبعين ديالنا البارطاجوا لي لايك، ويهودوا الخلا التعليق، دبلونا التعليق ديالكم راها مهمه. تحياتي لكل اخت وكل اخ وكل ام وكل اب، تحياتي لكم كبيره. كاين الناس اللي مساكن ما قرياش تيتواصلوا معايا بالتليفون تيقول لك حنا تنديروا لك لايك وكنتابعوا لك الفيديوهات وكتشكي لنا على الفيديوهات ديالك، شكرا لكم اخالتي الحاجه، وشكرا على اخواتي الجزائريات، شكرا على اخواتي التونسيات، شكرا على اخواتي المغربيات. المهم الشكر في حقكم راه قليل عليكم، والله قليل في حقكم. اعطوني لي لايك وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر اخوتي خواتاتي. ياه الجديد، الجديد اللي جاي حصري دابا، الجديد اللي راهم كيتحرشوا ويديروا التحرش على سميره وعلى يونس وعلى باق الدور. التحرش كاين تاع على باق الدور، ردوه كذاب داك اللاج كاع مسكين شابو كيتمشى بالعكاز، ردوه واحد الانسان استغلالي وكذاب وكيلعب على المشاهده، وباغيين يطلعوا للطوندوز، هما غيطلعوا للطوندوز سواء بالحولي ولا بلا حولي ولا بالصدقه ولا بلا صدقه. المهم هاد الناس هادو بغاو مره اخرى يطيحوا الاخ يونس ويصيفطوه للسبيطار د الحماق ينعسوا فيه. شنقول لكم كاينه هجومات وكاينين شراشيش كما كنقولوا حنا، دوك الخبثاء اللي داخلين بزاف وداخلين بواحد الجبهه اللي باغيين هاد العائله يقطعوها. ما فهمتش انا لحد الان، كنحلل هاد الناس هادو فين باغي يوصل بهم الامر. لالا حد اخوتي خواتاتي راها مريضه شويه عيانه، هذا غير ماشي شي شفاتيك صعيب، ولكن الاخ يونس اللي جاتني الاخبار حصريه غادي تحط على القناه ديالي، قالوا لي ما كينعش في الليل. علاش الاخ يونس ما كتنعش في الليل؟ هو خايف، خايف مره اخرى غادي يفقد الحضن تاع الاطفال ديالو، لان لقى هجومات كبار، لقى تحرش ولقى تحرش بسميره، لقى المعيور والقذف. بحال اللي هاد الناس ما بغاوش الخير لهاد العائله، ما بغاوش يشوفوا هاد العائله متفاهمه، ما بغاوش يشوفوا هاد العائله زايده لقدام. غادي نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اليوم الخميس وغدا غادي تكون الجمعه، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل واحد اللي كيكون كيادي خوه المسلم، اولا كينويلو على اداء، اولا تيخطط له على تخطيط، بغينا داك الحفره يغرق فيها قبل ما يغرق فيها الخوه المسلم.
لان اخوتي خواتاتي هادشي زاد فيه وحمض وطلق الريحه، هادشي خناز وشينا نشوفوا شي حوايج خارق العاده. هاد الناس باغيين هاد الاطفال مره اخرى يتحرموا من الحضن نتاع الاب، والاب شي حاجه مقدسه اخوتي خواتاتي. هلا يحرم شي ابن ولا شي اخت ولا شي بنت على باها ولا على امها، هلا يحرم شي عائله، هلا يبعد عائله على عائله. يا ربي لا مجمع الشمل، يا ربي لما بعد الوساوس والشياطين، يا ربي لما بعد الناس الخبثاء اللي كينويو ويطيحوا خوتهم المسلمين، يا ربي لما بعد الشياطين قد تسمى في الارض، لان هادشي اللي ولينا كنشوفوا فيه هي المتتبعين خارق العاده. جاوني اخبار قالوا لي تخطيطات عاوتاني كيديروا تخطيطات جهنميه لهاد الناس ما في قلبهمش الرحمه، ما خافوش من ربنا الاعلى، ما خافوش بشي مشي مشي سطيعه غتسلط عليهم من السماء، لان هادشي اللي وصلوا ليه بزاف. هادشي اللي حنا كنشوفوها اخوتي خواتاتي ونسمعوه بودنينا، راه يبليس يحشم، خلينا العباد يبليس يحشم على هادشي اللي كيديروه البشر، والله حتى يحشم يبليس بالله علي العظيم، لانه وصلوا لشي حوايج خارق العاده. تخطيطات جهنميه، كيخططوا ليونس باش يطيحوه، كيخططوا ليونس باش يدخلوه للبسيكولوج عاوتاني مره اخرى، مرض بسيكولوجيك. يعني هاد السيد هذا ما قنحهمش، 4 سنين هو تيسوفري على ولادو، 4 سنين هو ما تينعش، 4 سنين غابت عليه الضحكه، غابت عليه النعاس، غاب عليه الماكله، غاب عليه الفرحه، مسكين ولا يشطح شي على اساس بالهستيريه ديالو بلا ما يعبى براسو باش يخرج من داك الشيء اللي كان فيه. ولكن الناس ما قالتوش وما رحمتوش، والله غير موتو، والله غير طحنو، والله ربي كاتب له الا الخير. شي يونس ولد الدار الكبيره وكيصدق هو مسكين كاع ما كيقولهاش، كيصدق علاش مسكين فلوسه كاع مشات في الصدقات، كيعتق المسكين وكيعطي الناس اللي ما فحالهاش، وما كيبغيش يدير فيديوهات وما تيبغيش يمونطي ويبين راسو. والله ولدي حتى تفلت منها، والله ولدي الا حبك ربي والله يا ما يعيا ما يحفر لك العباد. شتي ربي سبحانه وتعالى الا حبك وحبب فيك ناس اخرين يحياو البشر ما يحفروا لك، راهم غادي يغرقوا فيها. هادشي اللي شتو اخوتي خواتاتي زاد الحد ديالو، تخطط الخطوره ديالها. ديجا يونس راه كيتخابط، هو ما بغى مخزن، ما بغى شكاوي، ما بغى دعاوي، ما بغى يمرمد داك الوالد اللي وصل لذاك اللاج. هو خايف على ميمتو بزاف وكيرجف وما كيجيش النعاس، لان الام هي اللي كتصاب لهاد الساعه هادي للدعاوي وكتصاب الشكاوي وبزاف ديال الحوايج. حشومه وعيب، هذيك راه بحال حناكم امكم كبيره، يعني حنانا في داك اللاج، ما امي انا باقا صغيره، مي انا كنحسبها حنا ونحسبها امي ونحسب فيها كلشي. هذيك السيده كتقول الله يهديكم، شتي ولدها مسكين كيهضر وكتسكتو كتقول له خلي كلشي لربي، منها الا قالتكم خليتكم لربي. عرفتي شنو هي خليتكم لربي؟ اش كتعني ولا ما كتعرفوهاش اش كتعني؟ او الا شي واحد قال حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عرفتي شنو هي حسبي الله ونعم الوكيل؟ راه كتزعزع العرش، يعني خلاتك بينك وبين يدين ديال الله. علاش هاد الحقد؟ علاش هاد السم؟ علاش هاد الكراهيات؟ دابا ما ناضوش على القنوات، ناضو حتى اللي ما عندهمش القنوات، داروا يد مع القنوات. نايدر وينا ونايدر وينا وروينتين، ام نوضين الشياط اخوتي مرهم في الخفاء. الشياط الناس ما قدتش تصبر، علاش كيقول لك الحسد؟ يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الا تبعك الحسد وتبعتك عين ديال ابليس والله ما تطفرها في حياتك. علاش كيقول لك الانسان يخرج باية الكرسي ويدخل بها ويبروتيجي راسو؟ لان احنا متعرضين لاي ضربات، اي ضربات متعرضين ليها، ما كتعرفيش شكون هو العدو ديالك، شكون هو اللدود ديالك، يقدر يكون ياكل معاك في الطبله وينعس معاك في الفراش. اي هي المتتبعين، هو راه كيحفر لك، هو راه كيدبر لك على مصيبه فين تغرق. علاش قلت لك هاد الساعه هادي الدعوه ما بقاتش كتعجب؟ انا لحد الان كنبقى مستغربه، كنبقى نخمم بعض المرات كنقول هاد الاخ يونس اللي تصاب لهاد الضربات كلهم شنو هو في ملك الله؟ غير بشر بحالنا بحالو، علاش هاد الحقد؟ علاش هاد السم؟ علاش هاد السيد هذا باغيين يحرموه من الاطفال ديالو؟ علاش هاد السيد هذا باغيين يحرموه من الحب ديال ولادو؟ علاش هاد السيد هذا ما باغينوش ولادو يحضنوه؟ علاش باغيين يدخلوه يمرضوه مرض الاخر ديال العصب؟ حشومه وعيب، شو موعي؟ راه العدو ديالك ما تبغيش يدخل السبيطار.